المتعاقدين او لا اطر الاكاديميات. هذا شوف النقاش والحوار المفتوح الان على مستوى الوزاره هو حوار من اجل نظام اساسي موحد، والحكومه عندها تصور مهم جدا في هذا المجال هذا، والحوار مفتوح مع النقابات ومع النقابات القطاع. ونتمنى ان شاء الله انه في القريب انه يتم الاتصال يعني التوصل الى اتفاق مشترك في هذا المجال، لكن الحوار مفتوح والحكومه يعني تمتلك تصورات واضحه ومهمه لمعالجه مختلف الاشكالات، لا منها يعني الترقي، لا منها يعني الانتقال، لا منها يعني تغيير الاطار، الى غيرها من المطالب التي مفاتيح يعبر عنها السيدات والساده الاساتذه مشكورين. السكن